مرحبا بكم معايا مشاهدينا الكرام في فقرتكم اللي تحبوها دائما كوتسوميا تطلع عليكم يوميا في فقره الرياضه. اليوم رانا متواجدين قاعه بالم فيت اللي جايه ولاد فايت، راح ندير لكم حصه رقم 2، حصه اللي تخدم لكم عضله الارجل. راح نخدموا الجزء السفلي، الاسبوع اللي فات خدمنا الجزء العلوي وهذا المره راح نخدموا الجزء السفلي. اللي عندكم في البيت ان مونش بالي يجيب ان مونش بالي باش نخدموا به، اللي ما عندوش راح نخدموا توجور افيك فلاسال دو سبور افيك ان باتون في الدار بلو مونش بالي. تبعوا معايا تمارينات، راح نخدم لو برومي موفمون ان ستاب توتش، راح ندير احماء تاعي خفيف، نركز على عمليه التنفس ونروح مره يمين مره يسار. يلا معايا 10 9 8 7 6 5 4 3، راح نطلع لو تالون، اب نرفع بالكعب تاعي للاعلى، مره يمين مره يسار، 10 9 8 7 6 5 4 3، راح نكتيفي لي بغا، راح نزيد نستعمل الايدي تاعي باش يكون حسن ونطور من التمرين تاعي. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، راح نعاود نولي حركه مشي، راح نفتح مره يمين مره يسار، خلي النظر تاعي للامام، شهيق زفير. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3، ونحبس نتوقف ندير استرخاء تاعي، ناخذ وقت قسط من الراحه باش نبدا التمارينات تاعي اليز. الوغ التمارين الاولى اليوم واش راح ندير؟ راح ندير لو مونش بالي ولا العصا اللي راهي في يدي. الارتكاز تاعي راح يكون على رجل واحده، راح نمد الرجل تاعي تروح جانبا. يلا كل تمرين نخدموا له 3 سيري دو 10، 3 جولات ل 10 عدات. يلا انكور 5 4، نفتح بالرجل تاعي جانبا. يلا 3 اب 2 نركز 1، نتنفس شهيق زفير، نروح نغير الجهه، راني هنا اب مره يمين ومره يسار، روح غير بالعقل. انكور 10 9 8 7 6 5 4 3 2، نغير الجهه. انا راح نعاود لكم تمرين مره يمين مره يسار باش تركزوا معاه في لا دوزيام سيغي تاعكم، نتوما خدموها اليز. يلا 1 اي 2، راح نغير مره لليمين ومره لليسار. انكور 4 3 اوب 2 1. هنا خدمنا التمرين رقم 1، نروحوا للتمرين رقم 2. العصا تاعي راح نحطها مع الكتف، الارجل تاعي راح نفتحها مع عضله الكتف، راح ننزل وضعيه القرفصاء بوزيسيون سكوات ونصعد بالايدي تاعي للاعلى، ننزل ونصعد بالايدي تاعي للاعلى، راح ندور جانبا باش تعرفوا التمرين. يلا راني هنا 1 اوب جو بوس 2 جو بوس، ركزوا على اداء التمرين تاعكم بطريقه سليمه. انكور 4 3 2 1، نتوقف نديروا عمليه استرخاء للارجل تاعنا، راح نعاود لكم نفس التمرين. اب نعاود نفتح الارجل تاعي مع عضله الكتف، ندير اون غوتاس هنا، جو ديجاج لي كو تاعي، المرفق تاعي يصعد للاعلى، ننزل الاسفل ونصعد بالايدي للاعلى. اب ركزوا على اداء التمرين تاعكم طريقة سليمة وما نسرحش في التمرين تاعي. انسبيري اكسبيري 3 اب 2 اب، ونغيروا التمرين. التمرين الموالي راح ندور جانبا باش تفهموا التمرين، غلق الارجل، الايدي تاعي راح تكون هنا، راح نمد الايدي ونعاود نولي، الايدي ممدودة للامام الارجل للوراء، نسق ونركز على اداء التمرين تاعي بطريقه سليمه. يلا انكور تري بيان 4 3 2 1، ونعاود نولي. انتم عاودوا كملوا الجوله تاعكم ما توقفوش، انا راح نمر تمرين اخر، راح نحط العصا تاعي هنا على مستوى الظهر، نفتح الارجل تاعي تبعوني مليح، نروح مره يمين ونعاود نصعد، نخلي الظهر تاعي للامام، النظر تاعي للامام، ونركز على ثني الركبه. يلا تنفس
Inspire, expire. Encore, hop. Deux. Trois. Hop. Un. راح نغير الجهة. هوب. ان. سيو ما تحبطوش، ما تميلوش بالبارة تاعكم ولا المونش تاعكم. خلوا النظر تاعكم للأمام. نثني الركبة ونمد الرجل الأخرى. هوب. تخي بيان. نركز. تخي بيان. يلا. الأخيرة. هوب. توجور 3 سيري دو 10، 3 جولات ل 10 عدات. التمرين الموالي راح نخلي المونش تاعي قبالة ليا. واش راح ندير؟ راح ندير مرة يمين نفتح الأرجل، ومرة يسار، مرة يمين أب، ومرة يسار. كملوا هالتمرين للأخير، كملوا الجولات تاعكم، ما عليكم غير تمارسوهم تمارين في حياتكم اليومية، راح تنفعكم بزاف. ونلتقي في حصص أخرى.